هلو، اسمي أوروكا جينا وأنا هون تساعدكم بدروس الترمينال الفيزيك فيزيكس. هذا الفيديو رح يكون عن دورة 2019 الميكانيكال بارت، أول بروبلم. ذات الفيديو رح ترجعوا تشوفوه بالفرنسي، إذا رح أحط لكم لينك تحت مشان تقدروا تفوتوا على الفرنسي لكل السيسيونات. إذا عندكم أسئلة بليز حطوا لي إياهم بالكومنت وقولوا لي أي دروس بدكم ياني أشرح لكم إياهم. وغير هيك لازم ما تعملوا ستريس قدام الاكزام، اوكي؟ سو اول شغله رح نعملها هي انه ما رح اقرا الجيفن، رح اقرا ابتداء من هون لان دائما ببلشوا مثل بعضهم الكويستشنز. سو عندي هوريزونتال اوسيليتر، اكيد اكيد كمان احضروا الميكانيكال بارت الشرح مش بس السيشنز، لانه بتوفر عليكم كثير اشياء، اوكي؟ كمان رح احط لكم اللينك بالدسكربشن تبع الفيديو. اللي بيهمني بهذا الاوسيليتر دائما انا عندي 3 بوينت سبيشال اللي هو الاو والاكوليبريم بوينت، وفي ولد رح يجي يهزه بده يوصل لبلس اكس ماكس وماينس اكس ماكس، اوكي؟ هلا بيناتهم للاكس ماكس اللي رح نسميه هون ليتس سي اكس ماكس، اوكي؟ وثاني ميله الرسول رح يوصل على الماكسيموم كومبريشن اللي هي ماينس اكس ماكس. ان بتوين في بوينتس منن سبيشال. هلا هو عم بيهز يمين شمال يمين شمال، هو عم بيهز يمين شمال الاو بالنص وبيروح بلس اكس ماكس ماينس اكس ماكس، بيناتهم في بوينت. هلا شو السبيشال على الاو؟ انه الفيلوسيتي هي ماكس والاكس زيرو، بينما على الاكستريميتيز اللي هن بلس وماينس اكس ماكس الفيلوسيتي بتكون زيرو بينما الاكس هي ماكس، اوكي؟ هلا ليكو شو راح يصير؟ ات تايم زيرو the abscissa of g is at point x zero. ما بنعرف مين هو، منه لا او ولا اكس ماكس، رح نسميه اكس زيرو، it's somewhere in between. ممكن يكون عمالة النيجاتيف، I don't know. And S is launched in the negative direction والفيلوسيتي V0 vector is negative. So هو دفشه هو على الاكس زيرو، هو رايح to the left. كيف عرفنا؟ لأنه V0 is negative، ليك هو مكتوب هون. والاي هو يونت فيكتور etc. وهيدي الجملة اللي هون at instant t the abscissa of G is X، اوكي؟ okay. أكيد والفيلوسيتي V لحية. والفي هي اكس برايم، ليش عم بيقولوا لي في هي اكس برايم؟ لانه يمكن حدا يفكر انه مثل ايام الماث انه الاكس برايم هي 1، لا انا عم بعمل ديريفاتيف نوت وذ ريسبكت تو اكس بت وذ ريسبكت تو تايم، يعني اكس برايم هي دي اكس اوفر دي تي مش دي اكس اوفر دي اكس، مشان هيك الجواب هو فيلوسيتي. تتذكروا اكس في اي اكس في اي، الفيلوسيتي هي ديريفاتيف للاكس والاي هي ديريفاتيف للفي، يعني x دبل برايم. خليكم متذكرين انه هو اللي رح نعوزه. اول سؤال write at an instant t the expression of the mechanical energy of the system. اوكي. في شيء mgh؟ لا رح ناخذ انه بما انه كله horizontal يعني هيدا الهايت رح نعتبره zero. That's why the mgh is zero. بدلل لي half mv square اللي هي kinetic energy plus half kx square اللي هي potential elastic. ثاني سؤال، دائما ميكانيكال انرجي از كونسيرفد، واي؟ لانه ات از ما في فريكشن، اوكي؟ اتس كونستنت. ثاني سؤال، استابليش ذا سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن ان اكس ذات جوفرن ذا موشن اوف اس. سو بدي اعمل ام اي برايم اتس زيرو، واي؟ لانه الام اي از كونستنت. هلا شو الديريفاتيف اوف في سكوير؟ الهاف ام ما خاصة بالمشكل، الهاف ام بتضل هاف ام. شو الديريفاتيف اوف في سكوير؟ هي 2 في برايم. بالعادة شو الديريفاتيف مثلا بالماث اوف اكس سكوير؟ بتقولوا لي 2 اكس، بس ما تنسوا تعملوا تايمز اكس برايم، اوكي؟ تايمز بهالحالة في برايم. بلس عن جديد الهاف كي از ا كونستنت، لأنه الفاريبلز هن اكس وفي واي. شو الديريفاتيف اوف اكس سكوير؟ بتقولي لي 2 اكس اكس برايم equals what? Derivative of a constant بعد ال equal في zero، لأنه derivative of a constant is zero. هلا بدنا نعملها simplify لهالخبرية. ال half وال two بيروحوا بعض، بدل اللي m v v prime. شو رأيكم نحولهم كلهم in terms of x مثل ما هو طلب مني؟ هو قال لي جيب لي in terms of x مش in terms of v. ويني؟ بال number two لحي in terms of x. So بتقولوا لي m x prime x double prime plus k x x prime.
وبقول له في common factor بين هودي two terms مين إنه الأكس برايم بدلل لي x prime into mx double prime plus kx. أي متى بسميها differential equation؟ وقت بيكون معي x وحدا من ولاده، أوكي؟ يعني الderivative تبعونا يا x prime يا x double prime. ليك هون عندي x وهون عندي x double prime بذات ال equation. That's why بنسميها differential equation. solution تبعها صعبة. That's why نحن بنعطيكم إياها usually, أوكي؟ هلا بيحبوا بالديفرنشال ايكويشن اذا اخذتوه بالمات بتعرفوا انه قدام الاكس دبل برايم ما بيحبوا يحطوا شيء. سو شو رايكم نعمل ديفايد باي ام everything؟ اكس برايم راحت لانه زيرو اتس ديفرنت ذان زيرو. وقت بكون عندي برودكت ايكوال تو زيرو حدا من البرودكت از زيرو، يعني يا اما الاكس برايم هي زيرو يا اما البارانتيسيز. الاكس برايم هي الفيلوسيتي ونحن شايفين العلبه عم تهز قدام عيوننا، يعني الفيلوسيتي منا زيرو ات اني تايم تي. That's why the x prime ما معقول تكون هي صفر. That's why the parentheses هي zero. وب I divide by m بدلل x double prime plus k over m x equals what? Zero. هيدا هي differential equation. بس يكون في x شغلة plus x double prime equals zero solution حتطلع يا cosine يا sine. بينما لو عندكم x و x prime بدون x double prime كان طلعت exponential. ثالث سؤال the solution is given، هو عطاني اياها رح ارجع اكتبها x equal big x max وليكو هو عطيني اياها هالمره عطيني اياها sin، في يجبرني بالساين وفي يجبرني بالكوساين يصطفل هو بنقي اوكي اوميجا 0 تي بلس باي. شو الهدف هلا ان الاقي الكونستنت؟ مين هن الكونستنت؟ هن الx max اوميجا 0 والفاي. بينما مين الـ variable اللي بيتغيروا؟ time is a variable والـ x. كل شيء باقي لازم أعرف لقيه. عم بيقول لي write the expression yes omega 0 and phi are constant. Write the expression of v in terms of x max omega 0 and phi. بكل بساطة هلأ قلنا أنه الـ v هي derivative للـ x. شو الـ derivative للـ sine؟ هي cosine. x max ما خاصة بالمشكل it's a constant. فتبكون عندي constant times a function بتدل الكونستنت وبعمل ديريفاتيف للفانكشن. شو الديريفاتيف للساين؟ هي كوساين. اللي بقلب بطنه بدل هو ذاته. اوكي يعني اوميجا 0 تي بلس فاي. عشرت اعمل تايمز يو برايم لانه هي كوساين في بقلب بطنه يو وساين في بقلب بطنه يو. يعني بقول له شو الديريفاتيف اوف ساين يو؟ بتقول لي كوساين يو. عشرت اعمل تايمز يو برايم. طب شو الديريفاتيف لشغله تي بلس شغله؟ هي اوميجا 0. اكزامبل إذا قلت لكم شو الديريفاتيف اوف 5t بلس 4 بتقولوا لي 5. That's why هون بده يبين اوميجا 0 قدامها. تاني سؤال بارت 5 write the expression of x0 v0 in terms of x max omega 0 and 5. x0 وال v0 هن وقت التايم بيكون 0، يعني هيدا السيستم xv بدي ارجع زيده هو ذاته بس هالمره at time 0. شو بتصير ال x0؟ بتصير x max ساين بقلب بطنة للساين رح يروحوا الأوميجا 0 تي رح يضل لي بس 5 بقلب بطنة لأنه عم نشتغل at time 0. تقولوا لي ساين 5. ال V 0 تقولوا لي شو ما كان في قدام الكوساين وبقلب بطنة للكوساين شو بيصير عنا؟ كوساين 5 لأنه راحت الأوميجا تي. هلا after that رح يقولوا لي deduce x max علاقتها بال x0 وال v0. اوكي هلا اذا بتتذكروا بايام البروفي كان في عندكم ريليشن تريجونومتريك ريليشن بتقول انه كل ساين سكوير بلس كوساين سكوير از ايكوال تو 1. شو رايكم هلا نرتب هيدا السيستم اللي كتبناه تحت ونجرب نكتب كوساين فاي ايكوال شغله ساين فاي ايكوال شغله نرجع نعمل لهم سكوير ونقول لهم ساين سكوير بلس كوساين سكوير از ايكوال تو 1. اوكي سو بقول له ساين فاي ايكوال وات؟ ساين فاي بدنا نظبط هيدا السيستم. اول ايكويشن خذوا الاكس ماكس لميله الاكس 0، الاكس 0 ما غيرت محلها اجت الاكس ماكس لعندها. كوساين فاي ايكوالز في 0 اوفر اكس ماكس اوميجا 0. ثاني ستاب لازم اعملها شو هي؟ اني اعملهم سكوير. So اللي رح يصير هو انه حقله هيدي سكوير equals
بتصير هاي سكوير وهاي سكوير، نفس الشيء اللي تحت إذا عملت شمال على الشمال سكوير، so everything will be square. وآخر شيء شو بقول له، هاي بلس هاي is equal to 1، يعني sin square 5 plus cosine square 5 is equal to 1. كل ما شوف sin square كبها بالزبالة بحط محلها هيدا الفراكشن، كل ما شوف sin square كبها بالزبالة بحط محلها هيدا الفراكشن. يلا محل sin square بقول له x0 square over x max square plus كل ما شوف cosine square تاني equation بدي حط محلها هيدا d0 square over x max square plus omega 0 square times omega 0 square equals what? 1. شو رأيكم هلأ نعمل everything times؟ ما أنا هدفي ما تنسوا الهدف لقي الـ x max، so ياريت في يحط الـ x max بميلي وكل شي باقي عميلي تاني. So المشكلتي إنه هعربهم، يعني بدي نظفها لهي الإكويجن وحط الأكس ماكس لحالها. هعمل شيء اسمه common denominator، يعني فوق وتحت رح أعمل times omega zero square تيصير common denominator. So فوق وتحت هعمل times omega zero square صاروا common denominator، تحت عندي أكس ماكس omega zero square، فوق عندي x0 أوميجا سكوير كله سكوير سوري plus b0 equals what? 1. اوكي هلأ صار فيه طلع ال x max لتاني ميل. اوكي حأمحيها من هون، صار بحق اللي طلع على فوق x max سكوير. كان فيه من هون لهون أعمل times x max square واتركهم two fractions، لأنه مصلحتي إذا بتطلعوا هي تحت الراديكال في two separate fractions، so مصلحتي إنه يضلوا هيك over omega zero square. أوكي ومن هون لهون إذا بدي ال x max تضل لحالها بعمل راديكال للكل. هل يا ترى في أعمل راديكال لكل وحدة لوحدة ولا في أفصلهم، ولا مجبورة تضل الراديكال فوق منهم اثنينهم؟ مجبورة الراديكال ده فوق منهم اثنينهم، بس يكون في بلس ما بيحق لي افصل، ما في يقول راديكال اكس زيرو سكوير لحالها بلس راديكال الفراكشن لحالها، ما بتظبط لان في بلس. اوكي بينجو وصلنا على اللي هن طالبينه. احيانا نمبر 7 an appropriate device traces x and v as a function of time. اوكي حامحي كل شيء هلا لانه كل شيء معنا اياه. يوجوالي بس نتعذب تنلاقي شغلة يعني رح نعوزها. So هو experiment اللي راح جاب لي الاكس اند في ورح يسألني أسئلة من هيدا الجراف. مثلا قال لي لاقي لي من الجراف type of the oscillations، هن بس تكون الامبليتيود دلت constant وشكلها مثل الموجة جبل وادي جبل وادي بسميها sinusoidal اللي هي free undamped oscillation. Oscillation يعني شيء عم بعيد حاله. So free undamped oscillation هو type of oscillations. Number two indicate the values of x0. اوكي الx0 ليك هو هي الx at time 0. At time 0 الجراف وين كان؟ فوق الارض ولا تحت الارض؟ فوق الارض. قديش؟ 10. So 10 سنتيمتر. You have to know how to read a graph. v0 ليك هون عندي v versus time. فوق باول جراف عندي x versus time. So وقت يسالني عن ال velocity لازم افكر بثاني جراف. يعني بده الـ velocity at time 0 وين هو الجراف؟ فوق الأرض ولا تحت الأرض بالجراف document 3؟ تحت الأرض. ادي على أي value؟ so V0 is given minus 4 point شغلة minus 4.58 given units meters per second. هلأ طبعاً السنتيمتر مصلحتي حولها لمتر بقول له هي 0.1 متر. بعدين طلب مني الاكس ماكس. الاكس ماكس هي مش على التايم زيرو، هي اكثر اذا بدكم اعلى شيء بيوصل له الجبل اللي هو 25 سنتيمتر اللي هي 0.25 متر. فيلوسيتي ماكس قدي اعلى جبل بتوصل له الفيلوسيتي 5 متر بير سكند. سو بتطلعوا هون على الماكسيموم فاليو وبتقروها 5 متر بير فيلوسيتي ماكس 5 متر بير سكند.
هلأ deduce أوميجا 0 بالبارت 8. ما تنسوا هيدي الإكويجن اللي ساعة نتعذب فيها وجبنا من الجراف X0 V0 X max ومين بقالة أوميجا 0. شو رأيكم هيدي الإكويجن نعمل لها سكوير تنطير الراديكال؟ بقول له X max square equals X0 square plus V0 square over أوميجا 0. معنى إياهم كلهم خلص البروبلم كتير سخيفة. You replace everything with its value والonly unknown هي من هي الأوميجا 0. هيدي الأنون تبعي بقول له الX max هلأ جبناها 0.25. I substitute X0 square معنى إياها هي 0.1. ما تنسوا تحاولوا SI unit كله plus V0 square V0 هي 4.58 square over الأنون الوحيدة اللي هي أوميجا 0 square. إذا بدنا نشتغلها step by step بدل أوميجا 0 تدل لحالها. أوكي سو أول شغلة بتعملها بتتخلص من 0.1 square بتاخدها لتاني من مش عكس plus minus. أوكي بتعملوا 0.25 square minus 0.1 square بيطلع معنا twenty-one over 400 equals شو بقالي تاني ميلي 4.58 square اللي هي 20.97 over omega zero square. هن معتبرين إن هيدا approximately 21. عملوا rounding so الأوميجا zero square هي 400 يعني أوميجا 0 هي 20 almost. okay ما تنسوا approximate value. units للأوميجا هي radians per second verified. okay number 9 we repeat the same experiment by replacing the block S of mass M by another block of mass M prime 0.8 kilogram. the new proper angular frequency is omega prime equals to omega 0 divided by 2. يعني إذا كانت 20 شو بدها تصير 10 ما هيك نصها للأوميجا 0. you replace أوميجا 0 by so أوميجا prime هي radical k prime over m prime والأوميجا 0 هي radical k over m. بس ال k هي ذاتها ليه؟ لأنه ذات السبرينج. هن غيروا البلوك بس ما غيروا السبرينج. that's why بحق لي سميهم 2 k. وفي علاقة بيناتهم لهيدي الأوميجا برايم والأوميجا زيرو. الأوميجا زيرو بنعرفها إتس 20. أوميجا برايم هي نصها للأوميجا زيرو. هو قال لي نصها أوميجا زيرو ديفايدد باي 2 سو رح تكون 10. هلا مين اللي معي؟ معي الماث ام برايم اللي هي 0.8. الماث القديمة ما معي إياها. فأول شغلة بعملها بتطلع تو ذا ليفت معي كل شيء. I can find K وبس لاقي ال K من أول equation من هون I can replace it to find mass M بتاني equation. So كتير هينة بعمل square على الملتين بتطلع 100 equals لأنه 10 square بتصير 100. ال square وال radical بروحوا بعض بدلل K over M prime يعني K over 0.8 يعني ال K is given by 0.8 times 100 which is 80 newton per meter. الحمد لله صار معي ال K. I replace it by its value. It is the same. بعمل square على الملتين 400 equals لأنه 20 square is 400. radical و square بروحوا بعض بدل اللي 80 over m. m equals mean divide by mean. في التلاميذ بيضيعوا ال 80 بتدل numerator divided by 400. calculator بيطلع معكم 0.80 divided by 400 تطلع كأنه 8 divided by 41 over 5 اللي هي 0.2 كيلوغرام. اوكي بكون لقيته بهالحاله الكي اللي هي نيوتن بير متر وبتكون لقيته الماس اللي هي 0.2 كيلوغرام. That's it guys. Good luck.